اعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيكون حديثنا اليوم في هذه المحاضره حول دافع الانجاز فما هو دافع الانجاز في التعريف هو الحاجه لمواجهه مستوى من التميز يضعه الانسان لنفسه وهو موجود لدى جميع البشر ولكن بمستويات مختلفه فهناك من يضع لنفسه مستوى معين من النجاح في عمل بينما يقرر اخر بناء على منافسه مع اخرين وهكذا فالأفراد مختلفون فيما بينهم فيما يتعلق بدافع في الإنجاز كيف يتطور دافع الإنجاز؟ في حقيقة الأمر دائما هناك دور مهم لفترة الطفولة فهذا الدافع يتطور في جيل صغير يعني كما يسمى في جيل الغض نتيجة للتفاعل بين الطفل وبين بيئته القريبة طبعا بيئة القريب المقصود بهم الأهل حيث يعتبر الأهل من العوامل الهامة في تطور هذا الدافع فقد بيّنت كثير من الأبحاث وخاصة في بحث كان الأول من نوعه أجرى في سنوات الخمسينات أو أواخر الخمسينات أن الأهل للأطفال ذوي دافع الإنجاز العالي كانوا يؤمنون بقدرة أبنائهم وأطفالهم ويشجعونهم في جهودهم ودراستهم بينما كان الأهل لذوي الدافع الإنجاز المنخفض لم يكونوا لديهم إيمان بقدرة أبنائهم وكانوا يتخلون عنهم في كثير من الأعمال وكانوا أيضا يتدخلون في أعمالهم ولكن من اللافت في الأمر في تطور دافع الإنجاز وهذا مهم جدا يجب أن ننتبه إليه جيدا أن نوعية القصص التي يستمع إليها الأطفال من أهلهم تؤثر في تطور هذا الدافع حيث بيّنت الأبحاث أن الأطفال الذين يستمعون لقصص يكون فيها البطل مكافحا لتحقيق هدفه، يتطور لديهم دافع الإنجاز العالي خلال العمل أو خلال المهمات التي تكون في حياتهم، بينما أولئك الأطفال الذين كان البطل في قصصهم التي استمعوا لها فيما سبق في طفولتهم يحقق هدفه بواسطة معجزة خارقة أو مساعدة خارجية كان دافع الإنجاز لديهم منخفض. واقيمت الصلوات من اجل النصر وعوده السلام حبيك حبيك عبدك بين ان العدو يهدد البلاد والملك طلب مني أن أدافع عن الوطن ولكن العدو يملك جيشا قويا كيف نستطيع التغلب عليه إذا شئت أقضي عليهم الليلة فما قيمة رماحهم وسيوفهم أمام قوة الخارقة إنني لا أريد قتلهم اريد فقط ان ابعد شرهم عن البلاد لذلك فانني اطلب كيف يتم قياس هذا الدافع يقاس هذا الدافع حقيقه بواسطه ما يسمى بالاختبارات الاسقاطيه ونحن نعرف ان الاختبارات الاسقاطيه هي اختبارات ذات علاقه باكتشاف السمات الشخصيه لدى الانسان، ومن هذه الاختبارات اختبار نقطه الحبر للعالم رورشاخ، حيث يتم فيه عرض بقعه حبر على الشخص الممتحن باشكال مختلفه كما نشاهد، وعليه ان يصف ما يرى في هذه الاشكال او اختبار آخر يسمى اختبار تفهم الموضوع والذي تعرض فيه على الشخص الممتحن صور ويطلب منه أن يروي قصة عن كل صورة ومن الجدير بالذكر طبعاً في هذا الموضوع أنه في حين يكون عدد التفسيرات الممكنة لا نهائي من الناحية المبدئية غير أن هناك إجابات أكثر شيوعاً وأخرى أقل شيوعاً وبالتالي فإن طريقة تحليل هذا النوع من الاختبارات تعتمد على مجموعة كبيرة من إجابات الأشخاص وعلى أساس هذا المجمع من الإجابات يمكن أن نقرر مدى تميز كل شخص خاصة فيما يتعلق في هذه الاختبارات. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو التصور الذاتي. هذا الموضوع أيضا أو هذا المصطلح هو من المصطلحات المهمة في الدافعية لعملية التعلم. فما هو التصور الذاتي؟ كتعريف التصور الذاتي هو مجمل الصفات التي ننسبها لأنفسنا، أي كيف ننظر لأنفسنا؟ بمعنى ينظر كل شخص منا إلى نفسه بشكل معين. فهناك من يرى نفسه أكثر ذكاءً أو أقل ذكاءً، ينظر لنفسه أنه صاحب موهبة أو يفتقر إلى تلك الموهبة، عنيد بشكل كبير أو قليل، إذًا كيفية نظرة الإنسان لنفسه تسمى التصور الذاتي، فيمكننا أن ندرك إذا كان لدى الإنسان ثقة بالنفس عن طريق مراقبة تصرفاته، غير أنه في العديد من في العديد من الأحيان يتبين أن الثقة بالنفس ظاهرية وتأتي لتغطي تصوراً ذاتياً متدنياً أو للتعويض عن هذا التصور. كيف يتكون التصور الذاتي او كيف يتشكل هناك ثلاثه مصادر للتكون فيما يتعلق بالتصور الذاتي اولا الف ما يسمى بالانعكاس وهو التغذيه المرتده او التغذيه الراجعه التي يستقبلها الفرد من الاشخاص المحيطين به والذين يعتبرون ذات اهميه في حياته كالاهل كالمعلمين كالاصدقاء فاذا قال الاهل للطفل انك ذكي وكرروا هذا القول في اكثر من مناسبه، كذلك يفعل المعلم والاصدقاء المقربون نفس هذه الصفات، فسيضم الولد الى تصوره الذاتي صفه الذكي، وهذا المصدر في تكون التصور الذاتي يسمى بين قوسين انا في المرآه، اي كيف انظر الى نفسي في المرآه. ولكن يجب الانتباه الى ضرورة أن يكون ما يقال للطفل واقعي ويتناسب مع قدراته حتى لا تكون أو لا يكون ذلك سببًا في تكون تصور ذاتي غير واقعي مما يسبب الصدمة النفسية التي تؤثر على الطفل وتؤدي إلى خيبة الأمل. لدينا التصور الثاني أو المصدر الآخر الثاني من التصور الذاتي وهو المقارنة الاجتماعية. وهي مقارنة الفرد نفسه مع الآخرين. الذين يماثلونه طبعا في نفس الجيل لا نقارن أنفسنا مع أشخاص آخرين ليسوا في نفس الجيل كالطفل الذي يقارن نفسه مع أبناء جيله في الصف على سبيل المثال حيث يستمع الطفل مع أمه أنه حيث يسمع الطفل من أمه أنه ذكي ولكن عندما يقارن نفسه بأبناء صفه يجد أن الأطفال الآخرين يفهمون بشكل أسرع ويحصلون علامات أعلى منه في التعليم في من شأن هذه المقارنة أن تغير إيمان الطفل بذكائه ولكن إذا عرف الطفل كيف يكسب, يكسب نفسه تصورا ذاتيا واقعيا سيتمكن من التكيف والعمل بفعالية في الإطار الجديد وإلا سيزداد شعوره بالفشل والإحباط لدينا المصدر الثالث من تشو تشكل التصور الذاتي وهو الاعتقاد الداخلي وهو اعتقاد الفرد بقدراته وكفاءاته وعلى العكس من المصدرين السابقين فان هذا المصدر يعتبر ثابت نسبيا ويرتكز او يعتبر مرتكز اساسي للفرد من الصعب التاثير عليه من قبل البيئه المحيطه حيث يتكون هذا المصدر في مراحل الطفوله المبكره كيف يقاس التصور الذاتي يمكن قياس التصور الذاتي بواسطه الاستمارات وهناك استمارة تسمى استمارة الفرق الدلالي، التي هي عبارة عن استمارة تحتوي على صفات ايجابية وأخرى سلبية، حيث يقوم الشخص بإعطاء نفسه درجة حسب توفر الصفة لديه، وبحساب كمي للدرجات نستطيع أن نكتشف هل هذا الشخص لديه تصور عن نفسه كان عالي أم متدني. وهكذا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا الحديث حول مفهومين هامين من مفاهيم علم النفس التربوي وهما دافع الإنجاز والتصور الذاتي وأدعوكم للمشاركة في منتدى المساق حول مضمون المحاضرات وإبداء الآراء وطرح الاستفسارات وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله فيما يتعلق في حب الاستطلاع والسلام عليكم